والله اليوم كانت آخر مباراة تاع مرحلة الذهاب، وين باش تقيم الفريق ودير الحصيلة تاعك. أنا نظن باللي اليوم المباراة كانت مهمة لينا، كانت مباراة وكان لازم علينا أنه نعود بنتيجة. اليوم نقولوا باللي النتيجة ما سرقناهاش، درنا مباراة كبيرة، لاعبين مشهورين على الأداء اليوم اللي داروه، كساسوا في ليطا ديسبري، التحضير تاع المباراة، ما بخلوش. اليوم شفنا لاعبين كانوا رجال فوق أرضية الميدان، كانت عندهم أنسى لوبجيكتيف واللي هو أنه المباراة نفوزوا بها. اليوم تحقق هذا الشيء، وتحقق اليوم جرينا أكثر من إتحاد العاصمة فوق أرضية الميدان. الفرص كانوا عندنا فرص، خاصة الشوط الأول والشوط الثاني كانوا عندنا فرص. أنا نظن باللي اليوم اللاعبين نعاود نقولوها مشكورين على الأداء اللي داروه. النتيجة مهمة ومهمة جدا لنا. الشوط الأول شفنا فريق تاعنا أنه درسنا مليح فريق تاع العاصمة. اليوم الفريق تاع العاصمة اللي درنا له الضغط وما خليناش أوبليجيناه باش يلعب الكرات الطويلة، والكرات الطويلة هذه اللي كانت الهدف تاعنا انه نسترجعوا الكره ونروحوا. واليوم نقولوا اليوم اللاعبين كاع لي كونسين تاع الكوتش اللي مدهم وطيله الموسم الاسبوع واش كنا نخدموا اليوم شفناه في التيران. انا نقول برافو للاعبين. لا فيكتوار تاع اليوم انا نقول ولو انه المباريات اللي من قبل فريق تاع شبه قسنطينة يؤدي مستوى لاباس به، كرة جميلة، نوعوا في اللعب، عندنا نلعبوا كرة قصيرة، نلعبوا كرة طويلة، ونحضروا المباريات بارابور ليكيب ادفيرس، واللاعبين يستجبوا لهذا الشيء. بالك كان نديروا حصيلة اليوم تاع الفريق، أنا نظن باللي ماشي هذه المرتبة اللي راهو فيها. ضيعنا نقاط كثيرة فوق أرضية الميدان، كانت عندنا الشيء الجميل في الفريق هو انه نوصلوا بزاف المنطقه تاع الخصم ونخلقوا فرص كثيره. اللمسه الاخيره اللي كانت تخصنا، انا نظن باللي الفريق سي فريك كاين سلبيات، السلبيات هادو لازم نحسنوهم، وكاين ايجابيات، ايجابيات كاين بزاف بزاف. ان شاء الله مرحله العوده ان شاء الله تكون احسن من مرحله الذهاب. والله اليوم من حق اللاعبين انهم يفرحوا بالمباراه تاع اليوم والفوز تاع اليوم، وخاصه ماذا بينا انه يغارديو ليطا ديسبري اللي والاراده والعزيمه اللي شفناها اليوم، هذه ماذا بينا نشوفوها في كل المباريات في المستقبل. مباراه تاع الكاس العرب اللي مباريات الكاس عندها طابع خاص، والفريق احنا عندنا مباراة قوية أمام نجم مقرى اللي في ملعبه صعيب باش تفوز عليه. نظن إن شاء الله حاليا نحوسوا نرجعوا اللياقة للاعبين، استرجاع استرخاء استرجاع أولا، ثم ندخل مباشرة لأنه ما راحش نعودوا لقسنطينة، راح ندخلوا مباشرة في التحضيرات لمباراة مقرى إن شاء الله. من هذاك الوقت ان شاء الله نحضروا المباراة كما ينبغي، وان شاء الله لما لا نديروا نتيجة ايجابية ان شاء الله. جالفور، القوة والمناعة من قلب الكوتيفوار. شيري يرافقكم في كان الكوتيفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاطة. ليكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوديفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوديفوار. تكنونورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.